أخذنا قضاء قرار فيضة. نعم أخذنا قرار لأنه طلعنا أنه هو عم بيسلم كميات قليلة جدا، وبعض الأصناف ما عم بيسلمها، حتى ما بدي بري ولا بدي دافع ولا بدي كمان أكون مجحف. أوكي. خليني أقول الحقيقة مثل ما هي، الواقع مثل ما هو. أخذنا منه تعهد للحج أنه يفتح ويبيع للعموم وللصيدليات اللي عم تطلب. الصيادلي اليوم قام على السعر المدعوم، لأنه كل شيء موجود بالمستودع عنده هو مدعوم وبده يبيعه بالسعر المدعوم، بوجود اثنين من تفتيش الصيدلي مع مكتب مكافحة الجرائم المالية من قبل الرئيس علي إبراهيم. واليوم صار في تهافت كتير على هاي المستودع. عم نحاول ننظمها، تدخل الجيش وكمان يعني طوابير، يعني ادويه طوابير هون. نحن قلنا لهم اليوم للتفتيش يحاولوا يستعينوا بالمخاتير بالبلديه، ببعض الجمعيات الصحيه الاهليه، ياخذوا الفواتير من الناس بشكل شفاف ويجوا على المستودع ياخذوا لهم اياه بالسعر الرسمي. لا بدنا حقه يروح للزلمه هو دافع حقه، ولا بدنا كمان يضلوا مخزن عنده، لانه مثل ما قلنا له بده يكون معه لائحه ليروح فاتوره رشيده وصفه طبيه واحده. نعم. قديمه العهد مش ضروري، بدي اقول لهم ما تعذبوا الناس وتروحوا تقولوا اعملوا